الخير الجميع. سلام الله على عرينا الأسود، نسلق حطان رجال وشجعان، أعيال خريم معربين الجدود، مجالس الطيب ما ذكرت بنقصان، أمجادكم من قبل عادن وثمود، وافعالكم بالطيب خير وبرهان، لابطي ذكرهم وافين العهود، وتاريخكم يذكر على مر الزمان، أصل الشهامة تاريخ وشهود، في عزة الملقى رجال وتبيان، الله يجعل أفراحكم في زود. واختامها صلوا على النبي العدنان. جايين في أمرين، أول أمر مبارك لك إن شاء الله في ذا الصالة ما شاء الله تبارك الله، وثاني أمر بترفيع راكان الله يجعله من مرتبة لمرتبة أعلى منها. ثاني شيء جايبي لك يا ابن خريم سيف، والسيف رمز الرجولة، وانتو قبائل العرب وأصل العرب وتعرفون، ثم جايب لك دلال قريشيات اللي هي عوايد أبوك وجدك وجماعك بالطيب والعلم الغانم، وثاني شيء جايب لك مباخر تتبخر فيها بالطيب لأنك أهل الطيب، وثالث شيء جايب لك بشت يزين كتوف الرجال، واللي أزين من هذا كله جايب لك عيال عمي وتاج راسي أبو هيثم وأبو فواز وأبو أحمد وأبو زيدان، هذول عزوتي ولابتي وتاج راسي سلمه ويعافيه. والله يا ابو راكان الكلام كثير بحقك انت واخوك حسن، والله لو اظل اتكلم للصبح ما بخلص، مير وراي وفود وبدي اقدر الظروف وسلامتكم. مرحبا انت يا ابو خليل وعيال عمك اللي ذكرت، وكل علومك طيبه والهدايا مقبوله، وقد سبق وارسلت وارحبوا يا رجال. مرحبا يسلم، تراها للصخاني عيال الركشان وقد نسيت ظرفي، والله انا والله اني قد نسيته من لا اي بالله، معي ظرف معونه في ذا لا والله حنا حالفين. اسمع والله ما ناخذ اسمع، الله يرحم والديك، الله